نعم صحيح، أنا قلت لك سيدي الكريم على المستوى التكتيكي صفر نتيجة، إنما على المستوى الاستراتيجي حقق نتيجة، وهو ما أثار القلق داخل إسرائيل والتجاذب ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية، الحق على الجيش، الحق على السلطة السياسية. فإذا هذا الذعر أو هذا القلق حققه هذا الصاروخ. أنا أجبت على هذا السؤال، إنما أقفز من هنا إلى استشراف ماذا سيحدث بعد هذا الصاروخ. طيب إسرائيل تفتش عن ذرائع كي تتفلت من الضغط الأمريكي كي توسع جبهة. طبعا إسرائيل لا تريد جبهة واسعة، إنما الذراع الأقوى لإيران في المنطقة هو حزب الله. الحوثي غير مهم، تتولاه القوى الغربية المنتشرة في البحر الأحمر. الحشد غير مهم، وتتولاه القوى الأمريكية الموجودة هناك في تسمى في شرق الفرات، وهي بحدود 3000 جندي مع كافة الأسلحة والطائرات والقواعد. القلق الإسرائيلي هو حزب الله، هو الجبهة الشمالية. الآن الذريعة متوفرة لإسرائيل كي تصاعد عملياتها أو تشن عمليات نوعية، ونرى منذ عدة أيام كيف مهدت، كانت تمهد في سوريا، دمشق، حماة، حمص، حلب، وحتى طرطوس، وضربت البقع الإمداد الخلفية لحزب الله، لأن الاستراتيجية الإسرائيلية فهمناها وتوضحت شيئا فشيئا أنها لا تجري حرب برية تنزل على الأرض وتتكبد خسائر باهظة، طالما من الجو وبالوسائل الاستخبارية نعم وأسلحة الدقة العالية التي لديها يمكنها أن تحقق أهدافها شيئا فشيئا. أجرت البقعة الأمامية لها على الحدود الشمالية، وهي باتت أرضا محروقة بعمق حوالي 17 كيلومتر، والآن تعمق هذه المساحة لتخلق مجال حيوي لها، لأن التحدي الذي أعلنه نتنياهو أنه يريد إعادة السكان المستوطنات إلى الشمال. فإذا قدر إمكانه هو سيفعل قدر إمكانه لدفش، إذا جاز التعبير، حزب الله شمالا، تطبيقا للقرار الدولي 1701، لأن المساعي الدبلوماسية متعثرة بهذا الشأن، كما أنها طيب متعثرة في غزة. إن لم يطبق بالدبلوماسية إسرائيل ماضية كي تطبقه في النار.